الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا درس جديد من دروسنا في قراءة كتاب الصيام من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، ولعل الله عز وجل أن ينفعنا بما في هذا الكتاب مما أورده من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولعلنا نستمع للقارئ ليقرأ ما بقي من أحاديث هذا الكتاب، فليتفضل بارك الله فيه. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن زياد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: رجل نذر أن يصوم يوما ما عاش. قال: أظنه قال الاثنين، فلا يأتي عليه يوم الاثنين إلا صام، فوافق ذلك يوم عيد أضحى أو فطر. فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا نرى صيامهما. فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه. عن زياد بن جبير رحمه الله تعالى قال: جاء رجل إلى ابن عمر، عبد الله بن عمر من علماء الصحابة وإمتهم، كان أهل الزمان الأول يرجعون في مسائلهم إلى علماء الصحابة كابن عمر رضي الله عنه، تحقيقا لما أمر الله به من الرجوع إلى أهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قوله: فقال رجل نظر أن يصوم يوما، يعني محددا من أيام الأسبوع، وفي هذا جواز ابتداء النذر. قد ورد في الحديث الترغيب في تركه، وقال: إنما يستخرج به من البخيل. وفيه أن من نذر طاعة من الطاعات وجب عليه الوفاء بها. قال الراوي: أظنه قال الاثنين، وفي بعض روايات البخاري قال الثلاثة، وفي بعضها الإربعة. قال: فلا يأتي عليه يوم الاثنين إلا صام، امتثالا للنذر الذي نذره. قال: فوافق ذلك يوم عيد. فهنا اجتمع سببان، أحدهما يقتضي الصيام وهو موافقة ذلك اليوم للنذر، والثاني يقتضي المنع من الصيام وهو كونه يوم عيد، والشرع قد نهى عن صيام يوم عيد الأضحى والفطر. فالقاعدة في هذا الباب أن المسائل على أربعة أنواع: مسائل فيها دليل إثبات فنحكم بدليل الإثبات، ومسائل فيها دليل نفي فقط فنحكم فيها بالنفي، ومسائل اجتمع فيها دليل إثبات ودليل نفي، فحينئذ نقدم دليل النفي، وذلك لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم فوجدت معه كلبا آخر فلا تأكل، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رميت طيرا فوقع في الماء فلا تأكل. وما ذاك إلا أنه اجتمع فيه سبب إباحة وسبب تحريم فغلب جانب التحريم. وهكذا هنا،
ولذا قال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر، ولعله يشير لقوله تعالى يوفون بالنذر، أو أنه أراد أن الحديث قد جاء بإيجاب الوفاء بالنذر وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله يأمر به. ثم قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم، يعني عن نهى يعني أمر بعدم صوم يوم العيد، وبين أن ذلك من المحرمات. ثم استدل بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في هذا دلالة على أن الآية لا يقتصر معناها على الأفعال بل تشمل أيضا الأقوال، فإن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم كما يشمل أفعاله يشمل أيضا أقواله. ثم قال لم يكن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يصوم يوم الأضحى والفطر ولا نرى صيامهما، وما ذاك إلا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. واختلف أهل العلم في وجوب القضاء في هذه الحال، يعني إذا أفطر يوم الاثنين الذي وافق يوم العيد هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم ليكون بدل هذا اليوم الذي أفطره أو لا؟ قولان لأهل العلم. قال فأعاد عليه، يعني أن السائل أعاد السؤال على ابن عمر مرة أخرى، فكان من ابن عمر أن أجاب بمثل جوابه الأول بدون زيادة عليه. صلى الله إليكم. قال عن هشام عن أبيه عروة قال كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منها وكان أبوه يصومها. قوله عن هشام عن أبيه يعني عروة بن الزبير قال كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منى. أيام منى هي أيام التشريق، وهي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، وبالتالي قال أهل العلم بتحريم صوم أيام التشريق إلا لمن تمتع ثم لم يجد قدرة على الهدي ولم يتمكن من صيام الثلاثة أيام قبل يوم عرفة، فإنه يصوم أيام التشريق، ولعل عائشة كانت كذلك، وإلا فقد ورد في الصحيح من حديث عائشة أنها روت النهي عن صيام التشريق عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وكان أبوه يعني عروة بن الزبير يصومها يعني أيام منها. وحينئذ ننبه إلى أن أيام البيض التي يستحب صومها في الأشهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر يختلف وقتها في شهر ذي الحجة، فيكون أيام البيض في شهر ذي الحجة هي الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، وذلك لأن اليوم الثالث عشر من أيام التشريق وقد نهي عن صيام أيام التشريق. أحسن الله إليكم. قال عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، وقال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. يراد بالرخصة الحكم الذي ثبت على خلاف العلة
المقتضية للحكم. فإذا كان هناك حكم مبني على علة لكن الشارع ألغى هذا الحكم في بعض محله مع وجود علته قيل عنه رخصة. ومن أمثلة ذلك أن الشارع قد نهى عن بيع الإنسان ما لا يملك، فهذه قاعدة عامة، فالعلة كونه لا يملك، كونه معدوما. ولكن جاء في الشرع جواز بيع السلم، مع أن السلعة المباعة ليست موجودة بل هي معدومة، ولكن الشارع أجازها، فهذا يقال له رخصة، لأنه مع وجود المعنى الذي من أجله ورد النهي وهو بيع ما لم يوجد، إلا أن الشارع رخص فيه. والمراد بأيام التشريق أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وقيل لها هذا الاسم لأنهم كانوا يذبحون الهدي فيها ثم يقومون بتقطيع اللحم ووضعه في الشمس من أجل أن تذهب دسومته فيتمكنون من حفظه وطبخه بعد ذلك بدون حاجة إلى طرائق للحفظ. وكانوا يضعون معه بعض المواد مثل ملح ونحوه، ويقال له تشريق اللحم، ولذا سميت هذه الأيام أيام التشريق. وفي هذا دلالة على تحريم صوم أيام التشريق، وأنه لا يجوز أن يصمنا. ومن نذر أن يصوم أيام التشريق، الجمهور يقولون لا يجوز له أن يصوم هذه الأيام، واختلفوا، فبعضهم قال عليه القضاء فيصوم أياما أخرى كما هو مذهب أبي حنيفة وجماعة، والجمهور قالوا بأنه نذر باطل وبالتالي لا يلزمه الوفاء به. وفي هذا الحديث أن المتمتع يجب عليه الهدي، ومثله القارن لكونه جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة. وفي هذا أن القارن والمتمتع يجب عليهما ذبح الهدي، فإن لم يجداه فإنهم ينتقلون إلى الصيام، بحيث يصومون 3 أيام في موسم الحج تبتدئ على الصحيح من إنهائه للعمرة، وقال بعضهم لا تبتدئ إلا في 10 ذي الحجة، والأول أظهر لأنه قد دخل في المناسك وشرع فيها. و إن تمكن أن يصوم قبل يوم عرفة فإنه يصوم الأيام 3 قبل يوم عرفة، ولكن إن لم يتمكن كما لو لم يقدم إلا في يوم عرفة أو في اليوم 8، فحينئذ نقول له تصوم أيام التشريق. قال يعني عائشة وابن عمر الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، يعني صيام الأيام 3، وأما الأيام 7 فإنها تكون بعد أيام الحج. قال فإن لم يجد هديا ولم يصم يعني قبل يوم عرفة صام أيام منى. أحسن الله إليكم. قال عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصوم ومن شاء فليفطر. قوله في هذا الحديث يوم عاشوراء،
واليوم العاشر من شهر محرم، سمي بهذا الاسم لأنه اليوم العاشر وله خاصية، فإنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه. وفي هذا قوله على المنبر: كان معاوية خليفة المسلمين من سنة 40 إلى سنة 60، وبالتالي لما قدم المدينة خطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ أي لما لم يذكروكم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال: هذا يوم عاشوراء، يشير إلى اليوم العاشر من شهر محرم، ولم يكتب الله عليكم صيامه. الصواب أن يوم عاشوراء كان واجب الصيام في أول الإسلام، ولكن لما فرض صيام شهر رمضان نسخ صيام يوم عاشوراء وبقي استحبابه على ما تقدم. قال: وأنا صائم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء. قال: فمن شاء فليصم، يعني إذا من بحث عن الأجر فعليه بالصوم، ومن شاء فليفطر، لأن من خاصية المستحب أنه يجوز تركه. صلى الله عليكم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء وتعظمه، فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم عظيم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم وأظفر فيه موسى عليه السلام وغرق آل فرعون، فصامهم موسى شكرا لله ونحن نصومه تعظيما. قال: فأنا حق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، فقال لأصحابه: أنتم أحق بموسى منهم فصوموا. قوله هنا: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وذلك في الهجرة النبوية في السنة الأولى، وفي هذا دلالة على مشروعية أن يهاجر الإنسان من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. قوله: فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، واليوم العاشر من شهر محرم، وتعظمه، أي تجعل له مكانة ومنزلة. ظاهر هذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم يوم عاشوراء قبل الهجرة، بينما ورد في حديث عائشة أن يوم عاشوراء كان يعظمه أهل الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يصومه، ولا يمتنع أن يتوافق الأمران فيكون قد فعل ذلك قبل الهجرة، فلما هاجر وجد اليهود تصوم هذا اليوم وتعظمه، فلذلك قال هذا القول. فسأل اليهود: ما هذا؟ قال: فقال: ما هذا؟ يحتمل أن السؤال لليهود، سألهم: لماذا تصومونه وتعظمونه؟ وهذا هو الظاهر. وقد يحتمل أن السؤال إلى بعض الصحابة ممن كان في المدينة، فقالوا: هذا يوم عظيم صالح، لأن فيه نجا آية عظيمة حينما أهلك الله فرعون وقومه مع ما لديهم من القوة العظيمة والأموال الكثيرة والجند المتتابعة، وأغرق آل فرعون، فصامه موسى شكرا، يعني كان من شأن موسى أن يصومه ليشكر الله جل وعلا على ما نجاه. وفي هذا دلالة على أن التاريخ المعتمد عند موسى عليه السلام وعند اليهود يتوافق مع التاريخ القمري، فإن يوم عاشوراء إنما
يبقى على هذا العهد إذا كان قد اعتمد التاريخ القمري. قال: ونحن، يعني هذا لفظ اليهود، ونحن نصومه تعظيما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم، فكلاهما نبي ينزل عليه الوحي، وقد خصهما رب العزة والجلال بخصائص يتوافقان فيها. قال: فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. الأصل في الأمر أن يراد به الطلب الجازم لأداء الفعل، والأصل في الأوامر أن تكون على الوجوب، وذلك لقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ولقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. توعد من ترك فعل الأمر، مما يدل على أن الأمر يستفاد منه الوجوب، وهذا هو الظاهر، فقد كان صوم يوم عاشوراء واجبا في أول الإسلام، ثم لما فرض صيام شهر رمضان نسخ وجوب صيام يوم عاشوراء وبقي على الاستحباب. ولذلك ما كان من معاوية، حيث إن بعض الناس كان يظن أن يوم عاشوراء يجب صومه وأن وجوب صيامه لا زال باقيا، ولذلك قال معاوية ما قال: أين علماؤكم؟ وقد كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته أن قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. وهنا أخذ العلماء أن من اقتصر على صوم العاشر فلا حرج عليه، وإن كان الأفضل في حقه أن يصوم التاسع مع العاشر. وفي هذا الحديث دلالة على أن أتباع هذا الدين وهذا النبي أقرب إلى أنبياء الله عليهم السلام من أهل مللهم، لما حصل فيها من التحريف والتغيير. ولذا قال: أنتم أحق بموسى منهم، ثم قال: فصوموا. كلمة صوموا فعل أمر يدل على الإيجاب. وفي هذا دلالة على ما كان بين المسلمين واليهود من تباحث وسؤال فيما يكون بينهم من الأمور، وفي هذا دلالة على أن اليهود كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة. أثابكم الله. قال رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وإذا أناس من اليهود يعظمون عاشوراء ويصومونه، وكان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بصومه، فأمر بصومه وقال: أصوموه أنتم. قوله: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني في يوم الهجرة، وإذا أناس من اليهود يعظمون عاشوراء، يعني يجعلون له مكانة ويصومون فيه. وكان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، والعيد مأخوذ من العود لأنه يتكرر، فكانوا يخصونه بشيء من العبادات لا يفعلونها في غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بصومه، فهم أولى بموسى من اليهود، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصومه. والأمر يفيد الوجوب، وكان هذا في أول الإسلام ونسخ بعد ذلك.
ولفظه في الأمر بالصوم أن قال فصوموه أنتم، فإن صوموه فعل أمر فيدل على الإلزام بذلك. أحسن الله إليكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. في هذا الحديث فضل صيام يوم عاشوراء وعظم الأجر المترتب عليه وتخصيص يوم عاشوراء بالصيام، وأن ذلك مما استمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث مشروعية صيام شهر رمضان وتحري هذا الشهر. صلى الله عليكم. قال رحمه الله كتاب صلاة التراويح. قال عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة من رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. قوله خرجت مع عمر فيه تفقد الإمام الأعظم لأحوال الرعية وسعي فيما يصلح أحوالهم. قوله ليلة في رمضان إلى المسجد، ذلك أن المسجد موطن العبادة بقيام الليل في صلاة التراويح والاعتكاف ونحو ذلك. قوله فإذا الناس أوزاع متفرقون، أي يوجد جماعات متعددة في المسجد، والذي يظهر أن هذا استمرار لفعلهم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على جواز تعدد الجماعة في المسجد الواحد إذا كان ذلك متوافقا مع الشرع أو له سبب يجعل المصلين يقسمون جماعاتهم. وفي هذا دلالة على أن صلاة التراويح مأثورة عن الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لياليا، ولكنه خشي أن تفرض فامتنع من صلاتها مع الجماعة وأصبح يصليها وحده، وكان الناس في مسجده يصلون صلاة قيام الليل في رمضان جماعات متعددة. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كما ورد ذلك في السنن. قوله يصلي الرجل لنفسه يعني وحيدا، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط يعني الجماعة، وذلك أنه لم يكن كل الصحابة من الحفاظ، وبالتالي الحافظ يصلي بغيره. وتنتبهون في هذا إلى أنهم كانت عندهم سرج ضعيفة، وبالتالي يعتمدون على حفظ من يحفظ ليكون إماما في صلاة قيام رمضان. وقوله في هذا الحديث فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد، فيكون كما في صلاة الجماعة يجتمعون على إمام واحد، كذلك يجتمعون في صلاة قيام رمضان. قال لكان أمثل يعني أفضل وأحسن وأولى، ثم كان مترددا في أول الأمر، وكان مجرد رأي وإشارة منه فقط، ثم إن عمر رضي الله عنه عزم على ذلك وجعله أمرا
بحسب الولاية، ولذلك جمعهم على الصحابي أبي بن كعب رضي الله عنه لحفظه. وكان أبي يصلي 20 ركعة بالصحابة في عهد عمر وبمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم. قال عبد الرحمن بن عبد قال: خرجت مع عمر ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، أي أن أبي بن كعب يصلي إماما بالناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد إلا جماعة واحدة. حينئذ أعجب عمر ذلك فقال: نعم البدعة هذه، يعني أنه فضل اجتماع الناس على إمام واحد، وليس مراده أصل صلاة قيام رمضان أو صلاة التراويح، وإنما مراده جمع الناس على إمام واحد. فقوله نعم البدعة لم يرد بهذا الاستعمال الشرعي لكلمة البدعة الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإن المراد بالبدعة في المعنى الاصطلاحي العبادة المخترعة والتي لم ترد في الشرع، وظواهر النصوص تدل على أن البدعة كلها غير محببة بل مكروهة ممنوع منها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم في ذلك بحكم عام برد البدع وعدم قبولها بقوله: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقول الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وحينئذ على فرض أن قول عمر يناقض هذه الأدلة، فإن تقديم مدلول الكتاب والسنة على قول عمر هو المتعين، على أن عمر رضي الله عنه إنما استعمل لفظة البدعة بمعناها اللغوي، فالبدعة الأمر الجديد المحدث، ولذا لا يصح أن يستدل بهذه اللفظة من عمر رضي الله عنه على تقسيم البدع إلى ما هو حسن وما هو ممنوع منه، بل الصواب أن جميع البدع ممنوع منها لعموم النصوص الواردة في ذلك. وبالتالي نحن لا نحتاج إلى اختراع عبادات جديدة ولا أن نجعل لنا طرائق لعبودية الله لم يرد بها دليل من الكتاب والسنة. وقد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. ومن إكمال الدين ألا نحتاج إلى اختراع عبادات جديدة. قوله: والتي ينامون عنها، يعني أن الصلاة في آخر الليل أفضل من الصلاة في أول الليل. وقد قال تعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبالتالي فإن قيام آخر الليل أفضل، وذلك أن آخر الليل فيه الساعة العظيمة، ساعة الإجابة التي تكون في الثلث الأخير من الليل، كما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من كل ليلة
فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ومن هنا فإن سعي الإنسان لتكون صلاته آخر الليل ليتوافق مع الثلث الأخير أولى وأحسن. وقال في هذا الحديث: والتي ينامون عنها أي الصلاة التي تكون آخر الليل أفضل من التي يقومون، يعني والتي يفعلونها في أول الليل. قال: وكان الناس في ذلك الزمان يقومون أوله. وفي هذا دلالة على وقوع الإجماع على مشروعية صلاة التراويح ومشروعية جمع الناس على إمام واحد. بارك الله فيكم، وفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا صلاحا لأحوالنا، استقامة لأمورنا، وأن يبارك لنا في آخر شهرنا، فقد مضى ثلثه وبقي ثلثاه. جعلكم الله ممن تدارك بقية الشهر واغتنم بقية أيامه بأعمال صالحة تكون سببا من أسباب رضا رب العزة والجلال وزيادة التقوى في القلب والاستمرار على الطاعة بعد شهر رمضان، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يكفيهم ما أهمهم، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يصلح ذراريهم، وأن يبارك لهم في جميع أمورهم، كما نسأله جل وعلا أن يكفي إخواننا في فلسطين شر عدوهم، وأن يسد جوعتهم، وأن يتولى رعاية أمورهم، وأن يهيئ لهم ما يقوم بأودهم ويؤويهم بفضله وإحسانه، كما نسأل الله جل وعلا أن يرد عدوهم وأن يجعل كيده في نحره وأن يجعل الدائرة عليه، ونسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، وأن يجعلهم أسباب خير وهداية وصلاح واستقامة، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمر هذه البلاد لكل خير، وأن يجزيهم خيرا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.